فريق الوداد محظوظ في هذه المقابله لانه كيغيب النجم الكبير للمنتخب الكابوني، كيغيب النجم الكبير للمنتخب الكابوني لاعب فريق بروسيا دورتموند إيميريك أوباميانغ. افتح المجال لهذا اللاعب، هدف رائع للمنتخب الكابوني اللي غنشاهدوا الشد، وفرحه مستحقه للمنتخب الكابوني. كما قلت ضعف كبير فريق وطني هو في خط الدفاع، تقول واخترق كل دفاع وشكل وسجل زاويه مستحيله، يعني ضعف كبير في الدفاع. لاحظوا هنا، هنا الانزلاقه ديال زوير فطان، هنا غيخترق الدفاع. لاحظوا وسط اربعه ديال اللاعبين رقص الدفاع، دخل بالشكل اللي بغاه بالشكل اللي بغاه ومرر، يعني هذا باش كما خصو يتسجل. ما كنقولش من قيمه اللاعب الكابوني، ولكن باش يخترق ثلاثه لاعبين بهذا الشكل كان على الاقل عرقله تجيب ضربه جزاء وما يمشيش هدف مباشر. على اي ايفونا في اول اختبار له مع المنتخب الكابوني ينجح، ينجح والتعادل وعوده المقابله نقطه الصفر. 1-1 في هذه المقابله ما بين اسود اطلس وفهود الكابون في النزال